إلى أنه قاعد يلف بالرأس وينزل بشكل كامل لغاية ما يتجمع في أسفل البطن اللي احنا نسميها في اليابانية أو اللي يسمونها اليابانيين الهارة. الهارة هي مكان تجمع الطاقة في الجسم اللي هي الكي، مثل ما ذكرنا آي كي دو، الكي وهو مكان تجمع الكي أو الطاقة. الطاقة من وجهة نظر الفار إيست أو الشرق الأقصى هي تمشي مع الدم. وين ما الدم يمشي الطاقة قاعد تمشي معه، بمعنى أن الشخص إذا حاشته أي مشكلة أو أي ألم أو أي نوع من أنواع التنس، معناته هني في مكان مسكر بالطاقة وبالدم. طريقة التأمل هذه قاعد تحاول أن تفتح القنوات وتحاول أن تمشي الدم بشكل طبيعي داخل الجسم، فالإنسان هني يشعر بالراحة وبالطمأنينة ويحس أنه مرتاح وبدأ يدش في حالة من الثقة بالنفس أكثر، وأنه قادر أنه يداوي نفسه بنفسه من غير ما يحتاج في كل مرة أنه يلجأ إلى الأدوية. مو هذا معناته أن احنا قاعدين نلغي دور الأدوية، ولكن في أمور ما تحتاج، تحتاج أن الإنسان يكون مرتاح. مجرد أنه في ستريس عمل، في ستريس حياة، في ستريس بيت، مشاكل، هموم، أي نوع من أنواع، احنا قاعد نحاول نغيرها ونقلبها ونخليها بشكل إيجابي ونستمتع بحياتنا بشكل يخلينا نقدر نسيطر على كل شيء حوالينا. الطريقة اللي احنا نبدأ فيها بالأكيد دائما انه انت تاخذ نفس عميق معاي، خلي ايدنا بهالشكل هذا، نحاول ناخذ نفس عميق عن طريق الأنف، وتحاول مع النفس هذا تتخيل انه كأنه في blood supply او تدفق للدم حق جميع اجزاء جسمك، ابتداء من فوق الى تحت، ابتداء من الراس، نبدأ نفس عميق، ننزل شوي شوي على العيون، على الخشم، على الخدود، على الذقن، الاكتاف، الصدر، الذراعين، الكوعين، اليد، الاصبع، اليد والاصابع، نفس الشيء بالنسبة للقدام، البطن والظهر وأسفل الظهر والحوض، ثم الفخذين والركبتين والساقين، ثم القدمين. الطريقة اللي احنا نبدأ فيها عشان ندخل ديب في العملية هذه ان نتنفس بهالشكل هذا، معناه اطلع النفس بالكامل، ان انا كأني قاعد اطلع التفكير السلبي مني، ما اطلع الا الحب، واخذ الحب ويجمع الطاقة واخذها عندي مره ثانيه، واعطي لقدام شويه، الناس اللي حوالي واخذ شويه حقي، مثل ما هي الحياه اخذ وعطى، لا انا اخذ على طول واصير اناني، ولا اعطي على طول ويطلع مخدوم حقي. وبالتالي نجربها مع بعض. اعطيك الحب واخذ منك الحب، اجمع الطاقه واخذها، بعطيك منها شوية وخلي الباقي لي. نحاول حين نسويها بشكل مضبوط، ناخذها ونحاول نحن نغمض عيوننا شوي شوي وندخل في المود، نحاول نسترخي وناخذ النفس ونفكر بطريقة التنفس. لما تغمض العيون تفكر بالتنفس، التنفس فيه شقين، الإرادي واللا إرادي. الإرادي إن أنا الحين راح أقول راح أخذ نفس عميق، اللا إرادي ان انا قاعد اتكلم وياك وانا قاعد اتنفس، انا نايم وانا قاعد اتنفس، انا قاعد اسولف بالموبايل بالسياره وانا قاعد اتنفس، هذا الشق اللا ارادي. احنا الحين نفكر ان احنا ناخذ نفس عميق، معناته راح ندخل اللا ارادي في الارادي، بحيث نوصل حق شغله يسمونها الانكونشس مايند، اللي انا دخلت فيها العقل الباطن والاسترخاء، وقدرت ان انا اشوف غير الجو اللي احنا عايشينه هني، وانتقل لمكان ثاني يحسسني بالسعاده، سواء كان ذكرى حلوه، منظر حلو شفته، اي شيء أنا بأحط منظر نفسي فيه، حتى لو شفته بالتلفزيون ممكن أحط نفسي فيه وعيشه. وبالتالي عقب ما بطل عيوني راح أكون حاس بالراحة وجاهز للتمرين، أو جاهز لأي شيء ثاني. حتى لو كنت أنا أساسا في الدوام وحاس أني مرهق تعبان، أقفل الباب وأخذ نفس وأدش في المود، ألقى نفسي شوي تجددت صحتي، لأن البلد سيركوليشن كله ضبط الجسم وبدأ يحسسني أن أنا مرتاح، أقدر أتعامل مع الأمور بالنشاط والحيوية مرة ثانية. الحين راح نسويها مع بعض، بعدين ندخل المود نفس.